احنا الحمد لله رب العالمين الشباب على طول يكون عندنا برنامج سنوي في بداية الموسم، من يكون الجو شوي احنا نقول يبرد الجو او يكون الجو حلو نبدي طلعاتنا، نبدي جروبات اصدقاء، وعندنا انستغرام نتواصل على الواتساب. فمثلا نحدد وقت انه يكون العصر اكثر شيء، يكون الجو بدايته يكون حلو والشمس شوي نازله 3:30 4، فنتقابل في نقطه واحده ونطلع كجروب ونسوي لنا برنامج على طول. مثلا ساعات نسوي لنا برنامج طالعين للبحر، رحله على البحر، رحله على قلعه البحرين، رحله للروح نكون طالعين. فعلى طول نسوي برنامج نتواصل ونصور، نسوي لنا سمول ايفنت يعني. طبعا هذه الفكره خلينا نقول احنا اللي نذكرها ابتدات في السبعينات، طبعا احنا ما لحقنا بس كنا نشوف الصور نسمع بالخيال القدامى، كانوا دائما يسوي لهم جمعات ويطلعوا مع بعض. فابتدات خلينا نقول بدايه السبعينات للثمانينات كانت الاكثر والاغلب موجوده هناك، فاخذنا الفكره منهم ووصلنا عليها از كاوبوي. القدامى دائما كانوا عندهم ان مثلا الامريكي، الفعاليات الامريكيه اللي تصير او الكاوبوي الموفيز كانت كممثلين كبار، كلينت ستود، جون وين، هل كانوا يعتبرون من الخيال اللي كانوا في ذاك الزمان، ان كانوا الكاوبوي عندهم الستايل، اللبس، الحصان يكون مميز، السرج اللي عليه. فاستوحينا من هذه الاشياء فبداوا الاولين كانوا طالعون الموفي والافلام وكانوا يمثلون نفس الشيء وسوون نفس الشو. في البدايه احنا نطمح ان الوزاره نفسها هي اللي تكون تصدر هذا الشيء ونكون شيء رسمي حتى من تبع المحافظة عشان يكون شيء أوفيشل وتتطور رياضة الكاوبوي كتكون بحرينية، تكون خليجية عربية، لأن في الشرق الأوسط البحرين هي الوحيدة اللي تمارس هذه الهواية.